شكرا مرة تانية. بالعكس كنت فرحان كتير. خليني روح هلأ. طيب انتبهي على حالك. وانت كمان خاطرك. بعرف انك مستعجلة، بس عندي سؤال صغير. طالما انا الشاب اللي بتطلعي معه وبهالحالة انت البنت اللي انا بطلع معها، رح نلتقي مرة تانية؟ ايه رح نلتقي. وهي اللقاءات رح تكون بالمكان اللي كنا فيه؟ اعطيني رقمك مشان دقلك. تصبح على خير علي يحيى بيك، بس إن شاء الله ما نكون ضايقناكي. لا بالعكس، بتشكرك كتير. تصبحوا على خير. يلا نحن لازم نمشي هلأ. تصبحوا على خير. الله معكم. شو كنا عم نحكي؟ أبي الله يرحمه كان دائما يقول إذا حبيت حدا لا تكذب عليه أبدا، وأنا ما رح كذب. أنا هي أول مرة بحياتي بحس بهي المشاعر تجاه مرة بعرفها. حتى كل ما أفكر فيكي بفهم منيح ليش عم صر على أولادي إنهم يضلوا معي، وليش لهالدرجة عم حس بفراغ وأنا قاعد بهالمزرعة الكبيرة وحوالي كل هالناس. يعني الفراغ ما نو بالمزرعة، الفراغ كان بقلبي. وهي أول مرة كل حياتي بحتار بين المرأة اللي بحبها وبين أولادي. فهمت عليك. مساء الخير شاهيناز. تصبح على خير علي يحيى بيك. أول شي رح نحل المشكلة اللي بالبيت، بعدين في عنا حكي كتير نحكي بابا. شو المشكلة بالبيت؟ ليش ما عندك علم فيها؟ من شي ساعة اتصلت فيني إيمان، الظاهر مسعود وماتيلدا متخانقين بابا. ليش ما اتصلتوا فيني وخبرتوني؟ بس انت ما معك تليفون بابا. ليش ما دقيتوا لعمكم جودات؟ انت قلت بلا ما ندق له، مو انت قلت ما عاد تتدخل بمشاكلنا؟ وينه مسعود؟
فوق بغرفته بابا. بابا إذا بدك لا تروح، ما عم يرضى يحكي مع حدا فينا. طيب ماتيلدا وينها؟ سافرت. مسعود، هذا أنا يا ابني. مسعود منقدر نفوت؟ معلش اتركوني لحالي شوي. احكي لنا شوي اللي صاير. ما في شي بابا، ما بدي احكي. مسعود ليش عم تشتغل؟ كم مرة بدي إلا لا بقى تشتغلي؟ شو يعني أنا ما بقدر أكون رجال البيت؟ ليك راحت هلأ، أنا راح أرتاح وهي هيك بترتاح. أنا رايحة أحكي معها مشان رجع مبلا. بدك؟ لا ما بدي. بدك لأنك عم تبكي مسعود. أنا بعتذر منك لأني خليتك تشوفني بهيك وضع بابا. هي إمتى طلعت؟ لسه ما صار لساعة. إن شاء الله يكون تليفونها شغال. مع مين راحت؟ راحت مع أمو جودات. ها عم بيرن. أنا آسفة كتير شهيناز. شو عم تعملي أنتي؟ لهالدرجة سهل إنكم تنهوا كل شيء؟ ما عاد فيني أتحمل. قلت لك من قبل عم بختنق. إيه بس مو الحل إنك تسافري، لازم تبقي ونحكي بالمشكلة. ليش مستعجلة؟ بلحظة فكرت إنه أحسن شي إني أرجع عالبيت. رجعي لهون هلأ وبعدين منحكي بكل هاي الشغلات وبسرعة. بترجاكي خلينا نحل هالمشكلة سوا. هاي المشكلة بيني وبين مسعود. أنتي أصلاً هلأ عملتي كل شي بتقدري عليه. أنا حابة إني ضل فترة لحالي، وحابة إني أشوف زواجي والعيشة اللي عايشتها من بعيد. طيب ماتيلدا أنتي راجعي حالك وأنا رح دقلك الصبحيات. حبيبتي سامحيني على اللي عملته معك بالشغل. خلاص ما في داعي تفكري بالشغل هلأ، انتبهي على حالك منيح. ألو. نعم بنتي، أنا هذا عمك. شو الأخبار؟ أبوكي رجع؟ الأخبار مو كتير حلوة، رح أعطيك إياه. بابا، عمي، ما بدي أحكي مع حدا هلأ، بس روق أنا بدي أقول له. قال بيتصل فيك بعدين عمو. شو عم يصير عندكم؟ ساعة بيروح بيشرب، ساعة ما بيرد علي. قلت لي بيروح بيشرب؟ أنا هلأ رجعت على البيت، ما كنت عارفانة شي. مسعود وماتيلدا عندهم شوية مشاكل عمو. لا بابا ولا مسعود بيقدروا يحكوا هلأ. ماشي رح أتصل بعدين. يلا ستك وأنور وروان الكل هون بالبيت والكل عم يسلموا عليكم. يلا سلام هلأ. شو صاير؟ ماتيلدا ومسعود الفيلم منتزع هنيك. هلأ بابا كان برا البيت وعم يشرب؟ ايه كان زعلان منا. ما كنتي هون؟ أنا خبرت البابا أني عم بدرس بمعهد الموسيقى، وبيعرف كمان أني بات البيت وأني رح أنتقل من هون. إسماعيل مخبره من زمان. شوفي حبيبتي عطشانة. جدل هلأ إسا ما رجع؟ رجع بس بالحديقة. لا تروحي لعنده هلأ، حابب يضل حاله شوي. بدي روح. Thank you.
لعنده؟ بقدر اجي لعندك؟ تعي يا روحي. انت منيح؟ منيح ومو منيح. صباح الخير. صباح النور اسماعيل. تفضل. كنت بدي اشوف بنتي، فايقة شي؟ لسه 7 الصبح، إذا علي يحيى بيك لساته نايم. لك رح استنى برا. ماشي. صباح الخير علي يحيى. صباح النور جودات. ليش تخليت عني مبارح بالليل؟ صحيح كيف كانت العروس؟ كانت عم تبكي بالمطار لما كنت عم ودعها. بس بيني وبينك بصراحة ابنك غلط شوي مبارح، ضايق البنت كتير. بعرف. استنى ليهدى الوضع أول شي وأنا رح دقل العروس وحاكيها. يا ريت حلينا الموضوع قبل ما يدروا ابوها وامها فيه. بس يا ريت. علي يحيى بيك؟ اسماعيل اجى لهم. امتى؟ قبل شوي. هو برا. اسماعيل. مرحبا خالي فخرية. خير، شو القصة؟ مشتاق لبنتي. صباح الخير عمي. لا تقلي عمي. ليش جاي بهالوقت؟ صار لي كم يوم متضايق عمي، ما تحملت. مشتاق لبنتي ومرتي كتير. استلمت بلاغ الطلاق؟ ايه، بعد 3 أسابيع رح تبلش المحكمة. بعد المحكمة رح يكون عندك حياة جديدة، وإن شاء الله وقتها رح تصير تهتم بالشغلات اللي بتحبها أكتر. جودات. تفضل. قول لفخرية تخبرهم إنه إسماعيل إجا لهون. أنا رايح على الورشة. فخرية، علي يحيى بيك بيقول لي يا ريت تخبري هلا انه اسماعيل بده يشوف بنته. ايه ماشي. صحيح رؤى وينها؟ بتكون امبارح سهرانه مع صبري لوش الصبح، لساتها نايمه لهلا. ليكي على الفصعون، ما خبرني بشي، ليش قاعدين لوش الصبح؟ كانوا قلقانين كتير على مسعود، اكيد كانوا عم يتناقشوا عن وضعه كيف رح يكون بعدين. طبعا بكونوا قلقانين عن جد، بس كمان هي حجه. نار وصلت على المدخنة، يعني يكون بعلمك هنن على هالحالة كل ليلة. تفضل. بنتي
زوجك اجى من شوي وقعد تحت عم يقول حابب يشوف البنت. تمام. فوت. شو عم تعملي؟ عم بكتب رسالة لمرتك. إذا كانت فايقة بدي أحكي معها. شكرا. ما عم بعمل هيك كرمالك أنت. أنا قلقانة عليها لأن رفيقتي. أنت كمان عم تتهميني؟ إيه شوي؟ قلتك رح ترجع؟ لو قلت لها خليكي ما كانت راحت، بس هلأ ما بعرف إذا رح ترجع. كنت معصب وما بعرف شو حكيت. هذا مانو موبايلي. انتو شو عم تعملوا هون؟ قديش الساعة؟ صارت أكتر من 7. من مين هالرسالة؟ من أستاذي نزير. خير شو بده بهالوقت؟ عم يسأل إذا رح روح على المعهد. شو بدي أعمل أنا هلأ؟ بابا قال إنه ما عاد يتدخل فينا. روح على المعهد ولا ما روح؟ امشي نروح ونسأله. اختي انتي مجنونة شي؟ لا تشوفي انه مبارح حكينا شوي مشان مسعود، بس بتعرفي انه مقاطعني. انتي قومي معي هلأ، في شغلات بهالعائلة لازم تصحيح. بقى كلياتنا عم نعذب بابا. قومي شوي شوي رح نقدر نكسب قلبه من جديد. يلا اختي، بدي احكي معك بشغلة بتخص بابا بس مو هلأ. بتوقع أني بعرف بخصوص شو بدك تحكي، بس أنا حابة أني ما أتدخل فيه. مسعود بدي ألبس، ممكن تطلع؟ صباح الخير. صباح النور. الظاهر انك عبيتي دفترك كله اليوم. لسه بقيان في كم صفحة. ما في شي بيستاهل حزنك هذا كله، لأنه هاي المشكلة مؤقتة وبسيطة، بتصير مع كل اللي بعمرك. بعدين أولاد علي يحيى مانن أولاد صغار، أكيد رح يقدروكن، بس عطوهن شوية وقت. المشكلة مانا أنه الأولاد يفهموا الشي اللي بيناتنا ولا لا. علي يحيى بيك دايماً بيبعد عن كل شي، بحس إنه رح يأذي ولاده حتى لو كان هالشي أنا. Thank you.
صباح الخير بابا حبيبي. صباح النور. شو رايحة على الشغل؟ ايه رح روح بعد شوي، بس بالأول في شخص بده يحكي معك، جبت لك يا معي. كيف بدك تروحي؟ وصلك أنا؟ لا مو مشكلة، رح أخذ تاكسي. معلش إيمان تروح على المعهد؟ خليها تعمل اللي بدها إياه، مالي علاقة. أصلاً طول عمرها بتعمل اللي براسها، وأنا ما عاد أتدخل بحدا. بس بابا بدي أسألك، طالما صهري برا كمان لساتك على قرارك إنك ما تتدخل فيهم؟ جاي أشوف بنته وخلي يشوفها، ما إلي علاقة أني أسمح بهيك شيء ولا لا. وهلا بتعرف ما بدي عيد الحكي. طيب بابا، أنت ما عاد بدك يانا نتدخل بحياتك كمان؟ لهالسبب عم تتصرف هيك؟ طبعاً أنت بتعرف منيح عن أي موضوع عم بحكي. من هلأ ورايح ما عاد نحكي بهالموضوع. يلا بقى روحي لعند أختك، وإذا مصرة خليها تروح على المعهد. بدي إياك تعرف أنا ماني معترضة على الست مريانة، وأنا كتير بحبك بابا. يلا جهزي حالك بسرعة، اليوم أنت رح توصليني على الشغل. أنا ماني رايحة على المعهد، مانك شايفتي كيف قالب وشه؟ عمل هيك قدامك بس لما طلعتي قالت روح. استحي بقى، أنت كذبتي على الزلمة ألف كذبة خلال هالفترة، وهو لهلأ مانو سخيان فيكي. عن جد قال هيك لما طلعت؟ أحلف لك يعني؟ استني لا تروحي لعنده هلأ، اليوم وأنت راجعة من المعهد اشتري له ورد واكتبي له رسالة. ما بعرف اعملي شي مانو متعود عليه، الزلمة مل من اعتذاراتك. طيب خلص، اليوم رح أعمل له شغلة كتير حلوة. بابا؟ حبيبة قلبي اشتقت لك. كيفك يا قلبي؟ منيحة وأنت؟ بس شفتك صرت أحسن. هدول الوردات لإلي؟ إيه هدول لإلك ولأمك. وين الماما؟ بالبيت. ما رح تجي؟ ما بعرف. ليش ما فوتت الأغراض لجوا؟ رح ننتقل مشان ما تدخلهم لجوا وترد تطلعهم مرة تانية. عن جد رح تنتقلوا؟ وجدك ما حكى شي؟ ما قال شي، حكى مع ماما بالقصة وقال لها عادي اعملي اللي بدك اياه. هلا شو عم تعملي هون؟ أنا كمان ما بعرف شو عم بعمل، ماني قدرانة أشوف وشو لإسماعيل بنوب. إسماعيل جايب لك ورد؟ يمكن جايبن لتيماء، ما بتوقع يكون وقح لهالدرجة. بس ما حدا بيجيب ورد لأولاده، أنت أكيد بتعرفي هالشي. هو وقح لهالدرجة هي يا إيمان؟ معقولة لهلأ ما عرفتي صهرك؟ الزلمة يلي بيهديني خاتم من مصاري الديانة من بابا، بعد كل اللي صار ما رح يستحي ورح يجيب لي ورد بهيك وقت. أنا شفت صهري برا ولا هيك عم يتهيأ لي؟ مبلا عم يحكي مع تيماء. طيب وبابا وينه؟ بالمشغل. وما قلعوا لهالحيوان؟ بابا ما عاد يتدخل بشي، ترك هالشغلة لأختي. هو هيك قالك؟ لكان أنا رح حل هالموضوع وما عاد لازم يجي لهون. استنى مسعود، طالما بابا ترك الشغلة علي أنا اللي رح حلها. حبيبة قلبي أنت، لك يسلم لي حلو شو بحبه يا حلو. تقفشيني روحي انتي.
أهلين هلا. مرحبا. أمي شوفي البابا جيب لك معه باقة ورد. استلمت بلاغ المحكمة. ما فيك تفكري مرة تانية؟ ما في شي لحد أفكر فيه. أنا أخذت قراري. هلا أنا كتير مشتاق لك. بس أنا مو مشتاقت لك بنوب. بيقولوا كل شي بتغير مع الوقت وانتي ما تغيرتي، يعني كأنك مبارح طلعتي من الباب. لو كان بقيان بيناتنا باب تاني كمان كنت طلعت وسكرته وراي منيح. انت مين اللي قالك تبعت لي اغراضي لهون؟ اه مين اللي سمح لك تعمل هيك؟ وبعدين من كل عقلك جاية عم تقلي ما تغيرتي؟ اسماعيل، كل الوقت اللي كنت عم تحمله معك لما كنا متجوزين راح بسهولة وبدون ما أفكر، مثل ما انت روحت مصاري أبي على الفاضي. ومن وقتها لهلأ وأنا عم حس براحة بحياتي ما عرفتها معك. وأنا وين بدي أصير شوف بنتي؟ أنتوا رح تنتقلوا؟ بس الظاهر البنت ما بدها. بس ننتقل رح نخبرك. يلا تفضل هلأ. تعي لعندي لشوف. ليش قلتي له انه بدنا ننتقل من هون؟ سألني ليش الاغراض لساتن بالحديقة، مشان هيك قلت له. ابوكي كان عم يحكي صدق؟ قلتي له انه ما بدك تروحي من هون؟ تيماء، على القليلة بنسكن بمكان قريب من جده. رح فكر بهالشغلة. بابا قال لي كمان انه هدول الاغراض اغراضنا نحنا، وطالما أمك ما كبتون يعني هي بدها تخلي ذكرياتنا معها لما تنتقل. أنا ما كبيت الأغراض لأنه جدك اللي اشتراهن. لو علي ما بخلي معي شي يذكرني بهديك الأيام. وأنا كمان كل ما أشوف الصوفيات تبعوتنا بتذكر بابا وأنتي وبتذكر هديك الأيام، وضغري بحس حالي بدي أبكي إذا انتقلنا وإذا ما انتقلنا. ما عاد بدي استعمل شي منه. طيب شو رأيك المسا نحرق هاي الذكريات كلها؟ ها؟ موافقة. يلا تعي لكان. يلا جاية. أهلا وسهلا علي يحيى. كيفك حبيبتي؟ هذا الورد إلي؟ إليك. بتشكرك كتير. يلا فوت، الهواء البارد عم يدخل من الباب. فوت رح جهز لك الشاي. اوه يسلموا دياتك. شاهيناز اجت شي؟ اه قبل شوي اتصلت، لساتها بالشغل، قال يمكن تتاخر، قالت لي كمان ما نستناها على الاكل. طالما رح تتاخر خلينا نروح لعند انور. روان صار لفتره عم تسال عليك. اي طبعا منروح، وانا كمان مشتاقت لك كثير. Thank you.
تفضل حياتي. كأنك لسه ما اطلعت حواليك لما كنت بالمزرعة، ليك شو عملت بالصور؟ انت وين لقيتي هدول الصور؟ كانوا مخبايين بخيالي، واليوم طلعتهم كلهم لبرا. خالي عايشة؟ خالتي؟ خالتي شو عم يصير معك؟ خالتي؟ يا ربي يلا ردي بقى ردي. يا الله شو صاير؟ مع مين كنت عم تحكي؟ ولا حدا،
ايه مع امي. ما انا بالبيت. مو بالبيت، ما عم يردوا على ارضي. غريب طالعين بكير. دقي لموبايل ابوكي. ما بعرف، يمكن يكونوا لسه نايمين، ما في شي ضروري، رح اتصل فيهم بعدين من البنك. انا طالع. تمام. رح اخذ عمي ونروح لعند بابا. ماشي. اذا بدك من وصلك ونحن طالعين. ليش ما قلت لك مبارح؟ اخذت اجازة هالاسبوع، والظهر رح امرق على مرت عمي. مزبوط، كنت نسيان. انت مو قلتي لي من شوي انك رح تدقي لامك من البنك؟ مزبوط، معك حق. لكن بتصل من هون. يلا حياتي، روح انت ولا تنسى تسلم لي على أهلك. أكيد، الله يسلمك. إسماعيل لساته هون؟ لا، راح. وشو كمان؟ بابا الله يخليك، معلش مرة واحدة بس تسمع مني بدون خناق وبدون زعل. إذا بدك تحكي عن موضوع طلعتك من البيت سكري على الموضوع، عملي اللي بدك إياه، أنا ما عاد أتدخل. بس أنا بدي إياك تتدخل بابا. إذا قلت لك لا تروحي بتردي علي؟ الساعة صارت 9. أحمد ليش ما رحت لهلأ؟ عم بستنى أنور بس يجي منطلع. أحمد اوعى تنسى تاخد أمك معك. أنا رايح لعند أخي، كيف بدي أخد أمي لهنيك؟ ما دخلني، بس أنا ما كنت عم أمزح معك مبارح، بس في ما بدي شوف أمك بالبيت. إذا ما بدك تشوفيها بتقدري تضلي نايمة للمساء، وحاجة عامليها كأنها جاية من الشارع يا فريول. أحمد خالتي؟ 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 خالة عايشة؟ خالتي؟ خالة عايشة؟ خالة؟ خالتي؟ أختي؟ تعالي بسرعة خالة. لا مو معقول، شو صار لك؟ خالة؟ خالتي شو صار لك؟ خالة؟ تفضل. شكرا فخرية. لا العفو، صحتين وهنا. عم بحملوا غراض هلا هلا، شاحنة برا. ايه على خير؟ بعرف انه مو من حقي احكي، بس انا كتير زعلانة على اللي عم بيصير يا علي يحيى بيك، الك ولعائلتك كمان. يمكن كل الناس عم يحسدوكن، ويمكن صايبيكن بالعين. انا كتير تعبت لحتى قدرت خلي هالعيلة واقفة على رجليها لهلا. صحيح هلا تذكرت. لا تفكري اني نسيت الموضوع اللي صار على الفطور. انا متأكدة انك بتعرفي شي عن روان يا فريال، واذا طلع في مشكلة وجع راس للعيلة من ورا الشي اللي عم تخبيه عنا، ساعتها أنا بعرف حسابي معك. ماتيلدا بترجاك ارجعي. ماشي، خليكي فترة هنيك وارجعي إمتى ما بدك. كنت بدي أسألك، أنت قلتي لهم شي على اللي صار بيننا هون؟